جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف دعوتها إلى هدنة إنسانية وبتوفير الحماية لكل طفل بقطاع غزة وفتح المعبر إلى غزة أمام حركة الإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين. وأشار ممثل اليونيسيف في مصر جيرمي هوبكنز إلى أن المنظمة وفرت إمدادات طارئة إضافية لما يصل إلى 250 ألف شخص وجاهزة للتحرك عند معبر رفح. We have quite a